وللحديث عن التحذيرات من عمليات تزوير واسعة قد تشهدها الانتخابات المبكرة القادمة في العراق والمقاطعة الشعبية لها، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. أهلا بك وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية، يعني كما تعلم، تقارير غربية تتوقع عدم مشاركة كثير من العراقيين في هذه الانتخابات. ما هو السبب هذه الرؤية القاتمة للانتخابات القادمة من قبل الشعب، من قبل الشارع العراقي؟ وهذه الجهات الغربية، طبعا هذه جهات غير رسمية بالتأكيد، لأن الجهات الرسمية هي أيدت وأرادت هذه الانتخابات ودعمتها، هذا من جانب. والجانب الآخر، أسباب العزوف واضحة وصريحة. تجربة من 2003 إلى اليوم مع هذه الكتل السياسية والشخصيات والأحزاب ونتائج الانتخابات هي واحدة، فلذلك يعتبر المواطن العراقي نفسه خارج دائرة القرار السياسي الذي يخص حياته ومستقبله. فلذلك الشعب العراقي يعزف عن هذه الانتخابات، لأنه هو متأكد تمام التأكيد على أن النتائج هي نفسها، والكتل السياسية التي ستأتي ستحكم، لأنها بالأساس هي تواجهت التوافقي وتوافقي ما قبل الاحتلال من مؤتمر لندن وصلاح الدين الخيانيين الذي جاء بهما بريمر، بعدين وزع السلطة كما هي، وستبقى هذه السلطة ما بقيت هذه العملية السياسية دائمة بهذا التوزيع. فإذا توافق فالمواطن يشعر يشعر أنه خارج هذه العملية، ويشعر أن الوجوه نفسها والفساد باقي والسلاح المتنفذ باقي. وأهم شرط من شروط انتفاضة تشرين لم يتحقق، وهو محاسبة قتلة المتظاهرين، حتى يتمكن المنتخب أو الناخب العراقي الذهاب إلى الصندوق بدون خوف إذا كانت انتخابات نزيهة. وأما مسألة التزوير فهذه هم ممتهنين التزوير ما قبل أن يأتوا إلى السلطة. أغلب القادة الموجودين كانوا يشتغلون في تجويز تزوير الجوازات وإجازات السوق والهويات وتهريب الأشخاص إلى الخارج، فهم مهنتهم التزوير، فأجوا للسلطة فمارسوا المهنة بشكل رسمي. وعود كثيرة أطلقتها حكومة الكاظمي لإحداث تغيير حقيقي في البلاد. الآن ومع اقتراب انتهاء ولاية هذه الحكومة التي يعني تعتبر بالأساس حكومة مؤقتة، ما الذي حققته هذه الحكومة من هذه الوعود؟ أم أنها يعني كما يرى الكثيرون لم تكن سوى التفاف حول المطالب الشعبية بإحداث تغيير سياسي حقيقي؟ المشهد السياسي ما بعد مجيء الكاظمي لم يتغير عما سابق، إلا أن فقط تغيرت اللهجة الإعلامية والأسلوب الإعلامي المسرحي بالحقيقة، المضحك على الشعب، المضحك الذي قدمه الكاظمي بوعود غير دقيقة وغير صحيحة، وهو غير قادر على تنفيذها. وأعلن كثير من المشاريع الوهمية اللي احنا أكدنا أكثر من مرة على أنه هو يقود عملية تسويق الوهم للشعب العراقي، يقوم مؤتمرات خارجية وغيرها، وكلها أيضا هذه كلها تنصب بعملية يعني إلهاء الشعب العراقي عن مصيره الغامض الذي سيأتي ما بعد هذه الانتخابات. لم يحقق الكاظمي أي شيء في أي وعوده وأي من أسباب مجيئه إلى السلطة، إلا وهي محاسبة قتلة المتظاهرين وإبعاد السلاح عن رقاب الناس، وجعل القانون الانتخابي قانون نزيه والمفوضية نزيهة، وهذا كله لم يتحقق على الإطلاق. المفوضية وحدها غير نزيهة. لما استقال الصدر قال أنا لم أدخل عملية انتخابات، استقال نصف أعضاء المفوضية، يعني هذا بمعنى هؤلاء هم مرشحي الصدر في المفوضية، حزب الدعوة لهم مرشحين في المفوضية، الحلبوسي وجماعة عندهم مرشحين في المفوضية. فأي نزاهة لهذه المفوضية وأي نتائج يمكن أن تفرزها هذه المفوضية وتحمي الناخب العراقي؟ يعني لا شك أن مقاطعة الانتخابات والعزوف الشعبي عن هذه الانتخابات يحرج السلطات في يعني هذه الحكومة الحالية، ولكن السؤال هنا ما هو الضامن اليوم من عدم تكرار ما حدث في انتخابات عام 2018 من عمليات تزوير واسعة، خاصة أن يعني هناك
يعني كما ذكرنا جميع الأحزاب تقريبا تحذر من احتمالية حدوث هكذا عمليات تزوير. حقيقة نعود إلى بداية السؤال. لا يوجد إحراج لهذه الحكومة من نتائج الانتخابات وعزوف الناس، لأن الناس ذهبت أو لم تذهب، المحاصصة على المناصب وتوزيع النتائج الانتخابية وارد وصحيح 100%، فلذلك لا وجود لإحراج لهذه السلطة من هذه. أما مسألة التزوير فهذا مؤكد 100%، الشعب العراقي متأكد من كل الانتخابات كانت فيها تزوير، كل الانتخابات على الإطلاق، باعتراف الكاظمي قبل أسبوع قال إن الهكر هو يغير نتائج الانتخابات، ونتائج الانتخابات في 2018 جاءت الصناديق من كرمنشاه محددة من الكتلة الفائزة، ورئيس البرلمان يذهب إلى إيران ليأخذ المصادقة، رئيس الجمهورية يذهب إلى إيران ليأخذ المصادقة، رئيس الحكومة يذهب إلى إيران ليأخذ المصادقة. فالشعب العراقي متأكد من هذا، هذا ليس كلام يعني نأتي به بالتحاليل العظيمة الكبرى، الشعب العراقي يعرف تماما هذه النتائج وحدها. إذن لماذا يصر؟ التزوير قائم، يعني قائم لا محالة، إن صارت انتخابات إن 10 انتخبوا إن 70 مليون انتخبوا هم النتائج واحدة. نعم سيد عبد الله، إذن يعني مع كل هذه المعطيات لماذا يصر المجتمع الدولي على ضرورة منح فرصة للعملية السياسية عبر الانتخابات القادمة؟ المجتمع الدولي مجتمع منافق مع الشعب العراقي بشكل من أيام الحصار. المجتمع الدولي مجتمع لا يعتبر قيمة للشعب العراقي نهائيا. المجتمع الدولي يريد من العراق أن يبقى كسيحا بدون هوية، هذا المجتمع الدولي. والتقارير اللي نقرأها جميعا وتذاع هنا وهناك، فهذه تقارير ليست رسمية، التقارير الرسمية تؤكد التشبث بهذه العملية، وهم يعرفون تماما أن هذه عملية طائفية. كل المجتمع الدولي يرفض أن يكون في بلدهم مثل هذه الهوية. لا توجد عملية انتخابية في العالم كله، وحتى في هذا المجتمع الدولي الذي يدعم هذه العملية السياسية كلهم توجد عندهم معارضة وحكومة، إلا في هذه العملية السياسية البلد الوحيد في العالم لا توجد فيه معارضة، وهذا في رضا القوى الدولية، في رضا أمريكا وإيران وبريطانيا. هذا المثلث الخبيث هو الذي يحدد هوية مستقبل السياسي للعراق مع هذه العملية السياسية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.